الله الرحمن الرحيم. حصة العلوم لطلبة الصف الخامس. اليوم إن شاء الله يا خامس راح نحل بعض الصفحات من كتاب الأنشطة للطالب. نبدأ في صفحة 21، كيف أحدد كثافة بعض الأجسام. طبعا في البداية بنتعرف ما هي الكثافة. طبعا احنا حكينا يا خامس إنه الكثافة ترتبط بمفهومين، الكتلة والحجم. فالكتلة هي كمية المادة التي يحويها الجسم، والحجم هو الحيز الذي يشغله الجسم. بناء على ذلك يا خامس، إذا الكثافة، مفهوم الكثافة، الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. هذا هو قانون الكثافة، الكثافة تساوي الكتلة على الحجم. هاي تذكير بقانون الكثافة. إذا الكثافة تساوي الكتلة على الحجم. الآن التجربة كانت المفروض أنا يكون عندي مكعب من الفلين والخشب والحديد، المطلوب مني أقيس الكتلة وأقيس الحجم. طبعا بدي أنبه لشغلة كثير مهمة يا خامس، إنه الكتلة تستخدم الميزان الإلكتروني لقياس الكتلة. يعني إذا بجيب أنا المكعبات وبستخدم الميزان وبقيس الكتلة، إذا الكتلة يتم قياسها باستخدام الميزان الإلكتروني، هيك بتم قياس الكتلة. أما الحجم، بما إنه هاي الأشكال هي عبارة عن مكعبات، فحجم المكعب يساوي طول الضلع ضرب طول الضلع ضرب طول الضلع. هذا هو حجم المكعب. إذا الكتلة بنستخدم الميزان الإلكتروني لقياس مقدارها. الحجم، حتى نوجد قياس الحجم بنحسب طول الضلع، فبنحكي طول الضلع ضرب طول الضلع ضرب طول الضلع. طبعا أنا كيف بدي أعرف طول الضلع؟ لمعرفة طول الضلع بنستخدم المسطرة، بستخدم المسطرة وبقيس طول ضلع المكعب. بعد ما نوجد الكتلة ونوجد الحجم، بنوجد الكثافة اللي هي قانون، إنها يساوي الكتلة على الحجم. إذا الكتلة على الحجم، هذه قانون الكثافة. بعد إجراء هذه التجربة نستنتج ما يلي. طبعا اللي راح نستنتجه يا خامس هو التالي، راح نلاحظ انه كتل المكعبات مختلفة ولكن حجمها متساوي. اذا بالنسبة لحجمهم الحجم راح يكون متساوي، اما الكتلة فستكون الكتلة مختلفة. الان لما بدي اقسم الكتلة على الحجم راح يعطيني الكثافة، والكثافة راح تكون قيمها مختلفة. إذا قيم الحجم راح تكون متساوية، المكعبات متساوية في الحجم، ولكن في مقدار الكثافة راح تكون الكثافة مختلفة. إحنا حكينا إنه الكثافة تعتمد على الكتلة، فكلما زادت الكتلة راح يزيد الكثافة. فبنلاحظ إنه كتلة الحديد أكبر من كتلة الخشب، وكتلة الخشب أكبر من كتلة الفلين، فنستنتج أن كثافة المكعب الحديدي أكبر من كثافة المكعب الخشبي، وكثافة المكعب الخشبي راح تكون أكبر من كثافة مكعب الفلين. إذا الكثافة هي كتلة المادة الموجودة في حجم معين لجسم ما. لماذا اختلفت الكثافة؟ لأنه حكينا الكثافة بتعتمد على الكتلة، فبما أنه الكتلة مختلفة راح تكون الكثافة مختلفة. إذا سبب اختلاف قيم الكثافة بسبب اختلاف الكتلة، لأنه حجم المكعبات متساوي ولكن كتلتها مختلفة. ننتقل إلى صفحة 23 عشان نتعرف على طفو الأجسام. الآن بدي منكم اللي عنده هاي المواد يوفرها لحصتنا. يعني لازم يكون في عندك قطعة من الفلين، عملة نقدية، أغطية قوارير بلاستيكية، كرات زجاجية. طبعا الكرات الزجاجية هي نفس الكرات اللي بيلعبوا فيها الأولاد بالشارع، اللي هي لونها الملون بتكون أزرق وأخضر وألوان مختلفة، هاي الكرات الزجاجية. قطع خشب ومسامير. الآن راح أضع وزيت زيتون،
هذه المواد داخل كأس مملوءة في الماء، وسنلاحظ أي هذه المواد يطفو على سطح الماء وأيها ينغمس. سنلاحظ يا خامس أن العملة النقدية والكرات الزجاجية ستنغمر في الماء، بينما أغطية القوارير البلاستيكية ستطفو على سطح الماء. إذن العملة النقدية والكرات الزجاجية بتنغمر، أغطية القوارير البلاستيكية ستطفو. مرة أخرى في الجدول صفحة 24 نحدد هل هذه المادة تطفو على سطح المادة أو تنغمر على سطح الماء. قطع الفلين تطفو، العملة النقدية تنغمر، أغطية القوارير البلاستيكية تطفو، أما الكرات الزجاجية فتنغمر. الآن بحكي لك بناء على الجدول اللي احنا عملناه بدنا نذكر المواد التي ستطفو. المواد التي ستطفو هي الفلين وأغطية القوارير البلاستيكية. أما المواد التي ستنغمر فهي العملات النقدية والكرات الزجاجية. هل تختلف المواد من حيث الطفو والانغمار؟ طبعا اختلفت، فبعض المواد تطفو لأن كثافتها أقل من كثافة السائل، وبعض المواد تنغمر لأن كثافتها أكبر من كثافة السائل. ننتقل إلى صفحة 25 انصهار مكعبات الثلج. طبعا المواد اللي أنا بحاجة إلها كأس بلاستيكية أو ورقية، مكعب ثلج، ميزان، ومصدر حرارة. الآن الطالب مني أجيب الثلج وأقيس كتلته، وبس ينصهر يعني يتحول كله إلى سائل داخل الكأس أرجع أقيس كتلته. بحكي لك هل ستبقى كتلتها بعد انصهار الجليد ثابتة أم متغيرة؟ طبعا سنلاحظ أن كتلة الجليد هي نفسها كتلة الماء، لم تتغير، هذا لما انصهرت فقط، لما تحولت من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة أدى ذلك إلى ثبات كتلتها، الكتلة لا تتغير بتغير نوع المادة. تمام؟ الآن بعد انصهار الثلج داخل الكأس راح نغطي الكأس وننقله إلى مكان مشمس، أو نستخدم ضوء المصباح، والأفضل أن نحطها في الشمس لأن درجة حرارة الشمس عالية بتساعد أكثر على انصهار مكعبات الجليد وتحولها إلى ماء سائل. الآن نلاحظ أن كتلة الكأس قبل الانصهار تساوي كتلة الكأس بعدها، وتثبت الكتلة لأنه التغير الذي حدث هو تغير فيزيائي حدث فقط في حالة المادة، يعني المادة تحولت من الحالة الصلبة إلى السائلة أو من حالة سائلة إلى صلبة، بس هيك صار في تغير في حالة المادة، التغير في حالة المادة لا يغير من الكتلة. الآن راح ننتقل إلى صفحة 27 الاستنتاج. طبعا الاستنتاج اني اتوصل الى معلومة استخلص نتيجة. تمام؟ هذا الاستنتاج ينتج بعد تفسير الملاحظات، بعد اجراء التجارب احنا بنستنتج. تمام؟ وهذا الاستنتاج يجب ان يكون فيه استقصاء وتجارب، كل ما كان في عندي استقصاء اكثر وتجارب اكثر كل ما كان عندنا الاستنتاج المتوصل اليه بكون صحيح. الآن نلاحظ في عند الجدول صفحة 27 كثافة بعض المواد. الجليد كثافته 92% جرام لكل سنتيمتر مكعب، الشمع 93%، الماء 1، الحديد 7.87%، والفضة 10.5%. نلاحظ من هذا الجدول إنه كثافة الجليد والشمع أقل من الماء، لأنه الماء العدد الصحيح هون 1، بينما هون العدد الصحيح 0، والواحد أكبر من الصفر. إذا كثافة الجليد والشمع أقل، بينما كثافة الحديد والفضة أكبر. فلاحظ هون عندي العدد الصحيح 1، بينما هون عندي 7 و10، والسبعة والعشرة أكبر من الواحد. إذا كثافة الجليد والشمع أقل، كثافة الحديد والفضة أكبر من كثافة الماء. بناء على اللي احنا ذكرناه راح نعبي الجدول في صفحة 28
بدنا نحكي مين كثافته أقل من كثافة الماء ومين أكبر. بما إنه كثافة الماء، ما ننسى كثافة الماء مقدارها 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. فبلاحظ إنه كثافة الجليد أقل لأنه 1 أكبر من 92%. كثافة الشمع أيضا أقل لأنه 1 أكبر. كثافة الحديد والفضة أكبر من كثافة الماء. الآن بناء على قيم الكثافة سنلاحظ إنه الحديد والفضة كثافتها أكبر والجليد والشمع كثافتها أقل. الآن لأن وضع المواد هذه في الماء، فإن المواد اللي بتطفو اللي راح تكون كثافتها أقل، يعني الجليد والشمع. الجليد والشمع تطفو على سطح الماء لأنه كثافتها أقل، بينما الحديد والفضة ستنغمر في الماء لأنه كثافتها أكبر. آخر شيء نيجي لأسئلة من الاختبارات الدولية صفحة 29. السؤال الأول: عند تسخين غاز وارتفاع درجة حرارته فإن جزيئاته، طبعا التسخين اكتساب المادة للحرارة يؤدي إلى تباعد الجزيئات، فعندما تتباعد الجزيئات ستتحرك بصورة أسرع. إذا الإجابة الصحيحة تتحرك بصورة أسرع. التفسير الأكثر بيانا لانصهار مكعب جليدي جليد بعد إخراجه من مجمد الثلاجة، يعني أنا لما بدي أطلع الثلج من الثلاجة أو الجليد من الثلاجة راح ينصهر. ليش ينصهر؟ لأنه درجة الحرارة خارج الثلاجة أكبر، فبيكتسب الثلج حرارة، هذه الحرارة تؤدي إلى انصهاره. إذا الإجابة الصحيحة يكتسب الحرارة من الهواء المحيط به. الآن في عندي جسم كثافته 1.1 بالعشرة وضعناه عند سائل، متى سيطفو ومتى سينغمر؟ طبعا إذا كانت كثافة الجسم أقل من كثافة السائل يطفو. متى بكون أقل؟ لما يكون كثافة السائل 1.3 بالعشرة ولا 9 من عشرة. مين الرقم اللي أقل من 1.1 من عشرة؟ اللي هي 9 من عشرة. إذا السائل متى يطفو؟ يطفو إذا كانت كثافته أقل، فبدنا رقم أقل من يعني إذا كانت كثافة السائل كبيرة بيطفو، أما إذا كانت كثافة السائل قليلة بينغمر. تمام؟ فالإجابة الصحيحة هي سين، السائل سين هو في السائل اللي راح يطفو فيه هذا الجسم لأنه كثافة الجسم أقل من كثافة السائل. وضع كوب يحوي 50 ملل ماء على كفة ميزان، ووضع آخر يحتوي 50 ملل زيت على الكفة الأخرى، أي الكفة سترجح؟ بما أنهم متساويين في السعة يعني في الحجم نعتمد على الكثافة. بما أنه كثافة الماء أكبر من كثافة الزيت، إذا الكفة التي سترجح هي كثافة الماء، لأن كوب الماء لأن كثافة الماء أكبر من كثافة الزيت. الآن السؤال الأخير: وضع ماء بارد في إبريق زجاجي في يوم حار، وبعد وقت قصير ظهر سائل على جوانب الإبريق، أصف العملية التي أدت إلى ظهور السائل. طبعا هاي النقاط اللي بتتشكل على الإبريق من الخارج هي بسبب تكاثف قطرات الماء، إذا العملية هي التكاثف. يعطيكم العافية يا خامس.